بمناسبة انك من أسرة كرة القدم وبمناسبة دورة الألعاب الأولمبية، فمنتخبنا وصل لمرحلة كويسة جدا في دورة الألعاب الأولمبية كرة القدم، منتخبنا الأولمبي، لكن خسر على المركز الثالث بنتيجة كارثية، كارثي. 6-0. كنت متوقع ان ممكن تكون نتيجة كده انا كنت متوقع ان ولا مصر مش يعني الموضوع الماتش كان هيبقى صعب، اللي انت عندك ايقافات وعندك غيابات. انا شايف اللعيبه ادت ما عليها هما هي والجهاز الفني. انا دي في حقيقة اعتقادي اللي يؤخذ على الجهاز الفني حاجه فقط لا ايه غير، هي اللي انت سافرت معاك دكه، تعبان دكه تعبانه يعني، تعبانه تقيله شويه يعني، دكه مش قد مش افضل حاجة مش يعني. افضل حاجه يعني. انا في اعتقادي احنا بنتكلم ان كل مدير فني ليه رؤيه وليه اختياره وكل حاجه. مين اللي يتحمل مسؤولية الكلام ده؟ لا انا ميكالي ولا الأندية مثلا لا ما انا ولا اصل هي امير ليها شقين. انا هكلمك الاول على اللعيبه اللي قول في نفس الاعمار. قول يعني انا بالنسبه لي عمر الساعي افضل من لعيبه ازاي كتير صحيح ما جدا، راحش؟ افضل من لعيبه كتير جدا. عبد الغني محمد اللي هو بتاع الاتحاد السكندري افضل من لعيبه كتير يا جدا. عمر الساعي افضل من مين في لا رأيك؟ افضل من افضل ما لعيبه في تقولي مصر. اسماء. لا هو من افضل لعيبه في مصر لا ما يعني يروح على حساب يعني. مين انا في بالنسبه لي ممكن كان على حساب زياد كمال، انا اكلمك بصراحه. الراجل حتى بيلعب ستاندنج في الاسماعيلي وزياد ممكن ما صح بيشاركش. صح حسام اشرف جامد نفس جدا. القصه. بالاضافه لحته اللي انت كنت لازم تستعين لو ما فيش محمد عبد المنعم او ياسر ابراهيم، انت عندك باهر المحمدي يعني ممكن كان يبقى موجود، محمود مرعي كان ممكن يبقى موجود، في لعيبه كتير كانت كان ممكن لازم تاخد كان مدافع. لازم تاخد. بس انا بالنسبه لي ماتش مصر والمغرب هو مش ماتش بين مصر والمغرب، هو ماتش بين ناس بتخطط وناس عامله استراتيجيه تمام وخطه طويله الاجل، ايوه وناس انا اسف في اللفظ ممكن اللفظ تقيل شويه العشوائيه، خطتهم العشوائيه. انا بس بكلمك بصراحه، انا ناس تعجبني صراحتك على ناس فكره. مسافره هي عارفه راح تحقق ايه ومتجهزه ازاي؟ ومتجهزه ازاي، وناس مسافره يعني في علم الغيب ان هنعمل يعني احنا احنا ونصيبنا بقى. ونصيبنا. ناس عندها دوري منتظم، دوري بيخلص في مواعيده، مفيش تسنين في قطاعات الناشئين، وانت عندك العكس. فربنا بيكافئ اللي بيشتغل صح يا امير. ناس مسافره بتجيب لعيبتها اللي محترفه في اوروبا وانديه بتخدم على المنتخب تمام وبتخدم على جهاز المنتخب، وناس مسافره للاسف انديه ما بتخدمش على المنتخب، وناس بتبقي مصلحتها عن مصلحه المنتخب. فكل الحاجات دي افتح القوس وزود زي ما انت عايز. عشان كده بقول لك احنا مش هنحقق حاجه يا امير. وانا كلامي برضو عشان ما يقولكش ده قاعد بيلقح على النادي الاهلي اللي ما ادوش لعبتهم لمنتخب مصر الاولمبي. امال احنا عندنا مشكله في مصر اللي كل الانديه بتبقي مصلحتها على منتخب مصر. كل الأندية معظم الانديه معظم الانديه وحتى الجمهور بعض الاوقات ما بيفكرش في منتخب مصر، وده بيبان في الماتشات اللي بتاعت المنتخب مصر. الجمهور بيبقى قليل الجمهور بيبقى قليل مؤخرا، بس بالظبط. الدنيا زادت شوية لما انت للأمانة. تفكر اما انت تفكر في مصلحة المنتخب اي منتخب بلد هتعمل اي حاجة. وبعدين في نقطة الناس يقول لك ايه اصل محمد صلاح ومصطفى محمد وبتاع، هو نانت مرموش الفرنسي او ليفربول هيبقى قلبهم على منتخب مصر؟ هم لا مالهم صح ولا غلط؟ لكن الطبيعي اندية مصر هي اللي يبقى قلبها على ايه؟ على منتخب بلد. احنا في حاجة لازم توصل للناس امير، ايه احنا بنلعب والله احنا بنلعب الدوري والكاس وبنعمل عشان مسابقات خاطر هنا في مصر المنتخب. عشان خاطر المنتخب يعني، انت فاهم في الاول والاخر. فدي ممكن ما تكونش واصله لناس اللوم كتير. يقع على الأندية ولا يقع على النظام والإدارة نفسها بخصوص إدارة المسابقة اللي خلت المسابقة تمتد للوقت ده، فبالتالي يتضرر المنتخب الأولمبي بعدم الاستفادة من العناصر الكبيرة؟ كله امير، كله والله كله. عشان كده بقول لك اما مين ياخد النسبة الأكبر كل من والله كله مشترك، كله مشترك. اللي في الاول والاخر لما الناس بتأجل فبيبقى على طلب أندية، تمام انت فاهم قصدي؟ بيبقى حاجات كتير جدا. لكن في الاول والاخر زي ما قلت لك احنا لو فضلنا بالشكل ده امير احنا فعلا لازم الناس يبقى عندها انت عارف مصداقيه. احنا بقالنا احنا كام فعلا سنة بنقول موسم لا استثنائي احنا ويخلص؟ امير احنا بنتراجع كل طبعا. ده. انا مش هديك بقى لا دوري سعودي ولا دوري انجليزي ولا بص على دوري، اللي حواليك هنا في بص اللي افريقيا. حواليك، انت فاهم قصدي؟ طب وبعدين انت النهارده في ناس يعني انا بتفرج على استوديوهات تحليليه بعد ماتش والمغرب، ناس مش مصريين بيحللوا يقول لك احنا اول مره نشوف دوري بيتلعب لحد دلوقتي والاولمبيات شغاله، دوري بيحصل فيه كارثة المؤجلات، كارثة كارثة. دوري 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 دوري.